كل متابعين تلفزيون اليوم السابع، واهلا بيكم مع حلقه جديده من برنامج مطبخ رانيا النجار. النهارده معايا اكله غريبه جدا، اسكندرانيه على حق، مدن الساحليه هي بس اللي تعرفها. معايا فارس النجرو هيعرفنا على النوع الجديد ده من المحار. اول مره اشوفه مع اني اسكندرانيه، لكن اول مره اشوف النوع الجديد ده من المحار. هو طبعا مش جديد لكن جديد عليا انا. بما اننا مهتمين بكل انواع الاكل فهنتعرف النهارده على المحار ده. ازيك يا فارس؟ اتكلم بقى المشاهدين، قول لهم ايه هو المحار ده، ايه اسمه، ايه وفوائده ايه. دي حضرتك اسمها اختنيا، في اسكندريه اسمها اختنيا، في السويس والبحر الاحمر اسمها استريديا. ده فسفور طبيعي 100%. ده من على ما ده من احلى فوائد من الفوائد الجامده في البحر، فسفور عالي. ده المحار بيطلع منه اللؤلؤ. بيطلع منه اللؤلؤ صح كده؟ تمام. افتحها لنا بقى واحده قدامنا كده. دي حيه، هي لازم تتاكل حيه صح كده؟ لازم تتاكل نيه. الافيه تتاكل نيه، ما بتطبخش علشان نحتفظ بالفايده اللي فيها. بتاعتها بتعصر عليها ليمون تتاكل كده زي ما هي نيه. صح كده؟ دي الشعب دي ما بتتاكلش. فيها قطعه من الشعب، قربوا هنا، فيها قطعه من الشعب اللي ماسكاها، فدي مش بتتاكل. يعني اللحم هو ده بس اللي بتاكل. لون الصدفه فضي فظيع، شكله مش عارفه الكاميرا موضحاه ولا لا، بس شكله تحفه جدا من جوه. لا احنا اول مره انا هدوق. بسم الله الرحمن. طعمها رهيب بجد، لا هي ام الخلول ولا هي الجندوفي العادي اللي احنا نعرفه ولا هي بلح البحر، بجد طعمها مختلف وطعم لذيذ جدا مع مزازة الليمون، مش قادرة اوصفها لكم. وفعلا لا هي بتطبخ ولا اي حاجة، بتتاكل زي ما هي نية. فوائد المحار كتير جدا، يعتبر مصدر غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن زي الزنك والسيلينيوم والحديد واليود، ويعتبر مصدر غني جدا بأحماض الأوميجا 3، ده إلى جانب إن إحنا بنستخدم الصدفة في بعض المشغولات اليدوية زي الترابيزات وعلب المجوهرات المصنوعة من الخزف. طيب هو جاب لنا بقية أنواع المحار علشان نشوفها مع بعض ونتعرف عليها. عرفنا بقى فارس ده إيه؟ ده جندوفي بلدي. ده حي وبيتحرك أهو صح؟ ده جندوفي بلدي. استنى نشوف بس اللي بيتحرك ده. حط ده تاني. بص بيدخل بيدخل جوه. وده بلدي برضو. وده بلدي برضو. وده عرايس. ده اسمه عرايس. بيتاكلوا بقى ازاي؟ ده بيتاكل ني والخلطه اسكندراني، وده بيتاكل الخلطه اسكندراني. يعني البلدي ده ممكن ناكله ني او بالخلطه، والعرايس ده يتاكل خلطه. ده افضل ان هو يتاكل بالخلطه. والاثنين زي برضو الختانيه نفس يعني قريبين من بعض. صح، كلهم بقى من فواكه البحر. ميرسي جدا يا فارس، بجد احنا مبسوطين ان احنا كنا معاك. ميرسي لكل المشاهدين، يا رب الحلقه تكون عجبتكم، منتظره رايكم في الكومنتات واقتراحاتكم للوصفات اللي جايه. تحياتي ليكم، كنت معاكم مطبخ رانيا النجار.